موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية نتحدث فيها عن الطهارة. ما هو المقصود بالطهارة؟ وذلك لأن الطهارة واجبة على الإنسان ليؤدي العبادات وخصوصا الصلاة وما في حكمها. ما هي الطهارة؟ الطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة من الأقذار، وأما في الشرع فهي رفع الحدث وزوال الخبث. ما هو الحدث وما هو الخبث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما في حكمها، وصف في البدن قائم يمنع من الصلاة وما في حكمها. مثال لهذا الحيض، هذا وصف قائم ببدن الإنسان يمنعه من الصلاة وما في حكمها. غير الوضوء، إنسان على غير وضوء، هذا وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة مثلا، فهذا يسمى محدث وهذا يسمى حدث. أما الخبث، لأن احنا عرفنا الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، أما الخبث فهو كل مستقذر شرعا. كل مستقذر شرعا يعني النجاسات، يعني النجاسات، وهذا يتعلق بالبدن والثوب والمكان. لابد من طهارة بدن الإنسان، ثوب الإنسان، المكان الذي يؤدي فيه الإنسان العبادة، لابد من طهارته من النجاسات. جزاكم الله خيرا.